اتصلت حتى في إلهام وزوجها. ما رأي طارق العلي بخلاف إلهام الفضالة وهي الشعيبية؟ هو مو قضية مين غلطان، احنا ودنا مين اللي يصلح. لا تتغيرون على بعض، احنا دم واحد. دائما معروف انت بتصريحاتك ناس على طول بصير في مشكلة بفوتوا لعندك ليشوفوا انت شو رح تصرح او شو رأيك بالموضوع. الخلاف اللي صار مؤخرا بين هيا الشعيبي والهام الفضالة وكانوا معروفين بصداقتهم مع بعض، انت شو رأيك بالموضوع؟ انا ازعلني طبعا الخلاف اللي بينهم، خاصة انت صحبي مع التنتين. ايه كلنا زملاء يعني ومجال واحد، انا اقول عسى الله يهدي نفوس وكلهم يعني زميلات واخوات لنا، وحتى لما يجابوا اسمي كان في موضوع معين يعني وما زعلت انا بالعكس يعني هي لها جوها وهذه لها جوها كاستاذ الهام ان شاء الله يتصالح. بهالكلمات عبر طارق العلي عن رايه بعد الحرب اللي شنت بين الهام الفضاله وهي الشعيبي بعد ما خرجت كل واحده منهم بمقطع فيديو وصفت فيه الاخرى بعبارات محيت ذكريات صداقتهم القديمه. اوريدي وهي بغرفه ما زرتها في حياتي الا مرتين ثلاثه. اللي يحبك يدل خدك. انت حاليا ترند اساءه. اللي كذبت على اهلها وحياتها وزوجها ما تكذب على رفيجتها. الهام الفضالة لها جمهورها واسم كبير، وهي شعيبي ايضا لها جمهورها واسم كبير، ويعني اتمنى يعني بالعكس الامور تصير يعني ونزعل كاسماء كبيره مثلا بالوسط يعني مو شباب صغار، ايضا الاسماء الكبيره هذه لها محبينها ومتابعينها ويحبون يعني هم حد يرضى على فنان اللي يحبه. وكان هالخلاف الكبير سبق التصريح لإلهام اعتبرت فيه انه هناك من يحاول تشويه صورتها وصوره زوجها الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهالتصريح كثار اعتبروه موجه لهي الشعيبي. اصلي ما يخليني اغدر بالصحن اللي كليت فيه، اصلي ما يخليني ادش واتفل حشاكم بالصحن اللي كليت فيه، اصلي ما يخليني امسك تليفون واقول ويت وكيت وكيت وانا عارف. وما تغركم ضحكتها يا فهي وقت الجد ما بترحم بالرد، وبوقتها هذا كان جوابها. مالي شغل تتزوجون تطلقون، انا شكو ليش داش بيتي شيء داش مخباتي شيء، انا ايش علي اذا الناس تهاد من الناس تطق، انا مالي شغل، فهذا لا يتبطل فهمتي لا يتبطل. ولكن هالأخذ والرد اللي طال بينهم كثار حبوا يستفيدوا منه كمادة دسمة لمحتواهم على السوشيال ميديا. الهام قالت لي هي كذا، هي قالت لي الهام، طيب ليش هذا؟ ليش إشعال والفتنة هذه ما هي زينة؟ أتمنى أن لما يصير فيديوهات في اليوتيوب ولا إصلاح. خاصة وأنه بنظر طارق العلي الهام وهي بيتحملوا مسؤولية اللي صار. هو مو قضية مين غلطان، احنا ودنا مين اللي يصلح. معقول تكون انت وسيط بين الهام وهيا؟ ليش لا ما ليش ما يصير اصير وسيط، بس الله يهدي النفوس. شو اللي مأخرك انك تكون وسيط وتصالحهم؟ انا بالعكس ترى على فكره انا اتصلت حتى في الهام وزوجها وقلت اتمنى يعني مفجر ما ترد، وحتى هي مره قلت لها لا تردين خلاص يعني سكروا هالمواضيع خلوا اللي بينكم بينكم. عرفت؟ بالعكس انا استانس لما شو كان جوابهم تنتهي لما اتصلت فيهم؟ ان شاء الله خير.